السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اختبار لنا لنوع المالتيميترز والاستعمالهم، فاحنا بنقدم لكم نوعين. في عندنا النوع الاول اللي قلنا عنه انه بيحتوي على رينجز هنا للقيم اللي عندي، فولت او مقاومة او تيار، وهذا يتم اختياره بشكل يدوي. فلما مثلا بدي اقيس الفولت او المقاومة او الامبير لازم اختار بشكل يدوي ايش القيمه اللي انا عايزها. زي ما احنا ملاحظين هنا، اول ملاحظه انه هو في هنا عندي اوف، هذا الاطفاء الساعه. طبعا اذا انا خليتها على مكان غير وسبتها لفتره طويله هتفضل عند البطاريه، واحتمال اضطر اغيرها تاني. طبعا بالنسبه للفولت والمقاومه والتيار والكونتينيوتي، هدول او التوصيليه، هو هدول الاربع قيم الاساسيه اللي لازم تكون في اي ساعه انا بدي اشتريها. طبعا هنا في عندك الفولت بين نوعينه، الفولت عندي المستمر، وهنا في عندي الفولت المتردد، هنا في عندي التيار المستمر، تمام، وفي عندي هنا المقاومه بانواعها. طبعا بالنسبه للتيار المتردد هنا مش واضح انه هي بتعطيني تيار او بتقيسي تيار متردد، لانه مكتوب هنا ايش بس دي سي، وحتى هنا ال10 امبير مكتوب برضه دي سي. بالنسبه للتوصيليه اللي هي رمز الطنين، ملاحظين انه هو ايش موجود هنا، وبالتالي انا عندي القيم اللي او القياسات الاساسيه اللي انا بحتاجها في هذه الساعه. طبعا بالنسبه للبروبس او المجسات، وفي عندي هنا ثلاث فتحات لهم، زي ما احنا ملاحظين هنا في عندي هنا العشرة امبير معناته هذا التيار، في عندي هنا فولت مقاومة اوم ملي امبير، تمام، فهذا بقيس الفولت المقاومة ملي امبير، وبالتالي انا يمكن ما احتاجش انقله لاي مكان اخر ابدا الا اذا كان في عندي التيار عالي، وهذا الكومون اللي دائما احنا بنحتاج نوصل فيه الاسود، تمام. الان نشوف الثانية، وهذه عبارة عن ساعة أو مالتي ميتر متقدمة. طبعا زي ما احنا ملاحظين انه ما في عندي رينجز ابدا هنا، خلاص هنا فولت دي سي اي سي سوري، هنا ملي فولت هنا عشان يزيد الاكيورسي او اللي هو دقة القراءة، هنا دي سي ما في رينج، وهنا دي سي برضو، وهنا في عندي الطنين، وهنا في عندي الامبير دي سي واي سي، وهنا دي سي واي سي، وبالتالي انا عندي القراءات اللي بدي اياها كلها، بجانب انه ما في مانيوال ست للرينج اللي انا بدي اياه. هل بنلاحظ في اوف؟ احنا ملاحظين انه ما في اوف هنا، وبالتالي هذه الساعه اوتو باور اوف، معناته انا لو سبتها لفتره معينه، طبعا هنا السويتش تبع الاون تبعها، لو انا سبتها لفتره معينه فقط يمكن بعد خمس دقائق لو انا ما استعملتها لحالها هتطفي وهتوفر علي البطاريه. طبعا في هنا هذه متقدمه شويه، في فانكشن كثير فيها مش محتاجين نحكي عنها. بالنسبه عاد للبروبس الموجوده، في عندي هنا بقيس الفولت المقاومه وكمان الكاباستنس لو بدي، وفي عندي هنا دايود، ونفس الشيء طبعا بالنسبه للمقاومه هي نفسها الطنين، تمام، هنا المقاومه والطنين زي بعض. طبعا هنا الكم، وهنا الملي امبير ومايكرو امبير، وهنا الامبير، معناته الملي امبير والمايكرو امبير لو بدي اقيسهم لازم انقل البروب هذا الاحمر هنا، يعني بدي اقيس التيار لازم انقله هنا، والا ممكن لو انا يعني قست التيار مكان الفولت او الفولت مكان التيار في بعض الاحيان هيحرق الفيوز اللي جوا الساعه. بهيك احنا استعرضنا بعض الميزات اللي بتميز هذه اللي هي اوتو باور اوف، اوتو رينج، تمام، بجانب ايش بعض القياسات لزياده. نشوف الان كيف نقيس الاربع قياسات، الفولت والتيار والمقاومه والكونتينيوتي. اوكي، عشان نقيس الفولت اول شيء لازم اول نحط الرينج على الفولت اللي انا بدي اياه، تمام. انا هذه البطاريه 6 فولت، وبالتالي انا مش محتاج انه 6 فولت، وبالتالي انا عندي استيميشن او عندي تقدير انه والله الفولت اللي انا محتاجه فقط هذا عبارة عن 2 اوم، سوري هذا 2 فولت وهذا 20 فولت بيقيس لي، وبالتالي انا ممكن بس اوديه على 20 فولت لانه 2 فولت مش هيقيس لي. احنا نجرب ال 2 فولت ونشوف شو هيعطينا، نجرب ال 20 فولت ونشوف شو هيعطينا عشان نتعلم. هاي بالنسبة ل 2 فولت، لو انا حطيت القياس هلاقي انه القيمة هيعطيني اياها بالشكل هذا،
هذا معناته انه القيمة اللي انا بدي اقيسها اعلى من القيمة اللي انا حطيتها للساعة، وبالتالي بضطر ازود الرينج شوية بعدين اقيس الباور او الفولت اللي طالع، هلاقيت 6.23 فولت. هلاحظ انه في اشارة سالب، اشارة سالب معناته انا حاطط البروب عكس بعض، يعني الموجب محل السالب والسالب محل الموجب. لما انا انقلهم مرة تانية الاقي انه ايش القيمة الان موجبة 6.23 فولت. تمام، الان عشان انا ما احتاجش الرينج، تغيير الرينج هذا، فانا ايش ممكن استعين بالساعة التانية. نفس الاشي هنا، بدنا نتأكد اول حاجة من البروبس انه محطوطة في مكان الفولت والكم في مكان الكومون، بجانب انه مختار انا الفولتج دي سي زي ما هو واضح هنا، فولتج دي سي، وبالتالي انا متوقع انه قيس للدي سي ومن غير ما اغير ايش الرينجز. فالان انا حطيت برضو حطيت السالب على الموجب والموجب على السالب وحصلت على قيمة سالبة، لكن لو عكست احصل على القيمة الصحيحة اللي 6.25 فولت، وهي احنا بنقيس على التوازي زي ما احنا عرفنا. طبعا بالنسبة لقياس الفولت بس دي سي مش دي سي، طبعا لو بدنا نقيس قديش الفولت اللي طالع من او اللي جاي من الجريد او اللي جاي من الشبكة الاصلية، اول حاجة طبعا نتأكد انه هنا محطوط البروبس في مكانهم على الفولت، طبعا دي سي او اي سي هو نفسه. ثاني اشي بنختار سيليكشن، عنا هنا واضح انه فولتج اي سي، بعد هيك ايش بنحط، ولكن بحذر تأكد انه ايش انت مش ماسك او ايديك مش ماسكات اسلاك، وهيك هيو ايش طلع عندنا قراءة 232 فولت. هذه القراءة شو؟ هذه قراءة القيمة الفعالة الـ VRMS Voltage RMS Value. الآن لقياس التيار، طبعا احنا بنعرف هاي في عندي انا بطارية وفي عندي لود او هو المروحة هذه زي ما احنا شايفين. الآن لما اشغل مروحة بكل بساطة بتشتغل على 6 فولت وبتستهلك تيار معين، ولكن انا بدي اعرف هذا التيار. احنا اخذنا او قلنا انه التيار يقاس على التوالي، وبالتالي انا لازم افصل السلك هذا وبعدين احط الاميتر واشوف اقيس التيار المار في المروحة. فاول شغلة بنعملها هي انه احول على الاميتر اللي بالدي سي زي ما هو ملاحظين هنا. طبعا هذه عشان ساعة متقدمة ادتني وارنينج انه والله انت لازم تنقل البروب هذا، وفعلا انا لازم انقله المنطقة الثانية، وهي هيك نقلته على الاميتر، وبالتالي بعد هيك بجيب البروبس وبقيس التيار. لقياس التيار الان ببساطة بحط البروبس تبعون او المجسات تبعون القياس الاميتر، واحد على طرف اللود اللي او في طريق الباور من البطارية الى المروحة، والثاني على طرف البطارية. ونلاحظ قديش الاميتر او الملتيميتر هيقيس تقريبا 134-133 ملي امبير دي سي. تمام، وبالتالي هذه هي القيمة اللي بيسحبها او تسحبها هذه المروحة من البطارية. لقياس المقاومة بكل سهولة، اول حاجة بتأكد انا عندي هنا في مقاومة، فبتتأكد اول حاجة انه انا حاطط البروبس او المجسات بشكل صحيح على المقاومة اللي بدي اياها، هي هنا الرمز. ثاني اشي بحرك على المقاومة اللي بدي اياها، وبعد هيك بحط الساعة او مجسات الساعة تبعتي على المقاومة بشكل مباشر وبشكل متوازي. قرأت عندي تقريبا 9.9 كيلو، يعني هي فعليا 10 كيلو اوم، وبالتالي احنا حصلنا على القيمة بشكل مباشر ومن غير ما نعمل سيليكشن للرينج. في عندي مقاومة تانية برضو بنفس الطريقة، مية وعشرين كيلو اوم، وهي نفس القيمة تبعتنا. لو انا بدي اقيس مقاومة جسمي نفس القصة، بس هتطلع طبعا مقاومة جسمي بالميجا، هي 1.5 ميجا اوم مقاومة الجسم تبعي. لو عليها شوية رطوبة او عرق او اشي بتلاقي المقاومة ايش قلت. لو بدي استعمل الساعة التانية لقياس المقاومتين، انا في عندي مقاومة 10 كيلو، مقاومة 120 كيلو. فالان بدي اختبر التنتين واختبر الرينج اللي عندي. فانا الاولى 10 كيلو، فانا هختار
بالنسبة للأولى 20 كيلو أوم هي هذا أقصى إشي ممكن تقيسه ونشوف. طبعا أنا هقيسها بالشكل هذا، طبعا إيدي ممكن تأثر على قراءة المقاومة زي ما احنا ملاحظين هنا 9.6، لكن لو قستها على الطاولة مباشرة من غير ما يكون إيدي إلها دخل ألاحظ 9.9، وهذه قيمة إيش الأدق، هي تقريبا قريبة كتير من العشرة، وبالتالي هذه هي العشرة أوم أو العشرة كيلو أوم أدق من إني أمسكها بإيدي. لو نشوف ال 120 كيلو شو هتعطينا، طبعا عشان أنا مش مغير الرينج للقيمة للرينج الأكبر، هلاحظ في هذه الحالة إنه ما أعطتني قيمة أبدا بس أعطتني واحد على اساس انه هو في انت لازم تغير الرينج، فالان هغير الرينج ل 200 كيلو، هي 120 كيلو، وبالتالي الان انا هقيسها بشكل افضل 120 كيلو اوم لو لمستها بايديا، ونشوف ايش هتعطينا قراءة 109 كيلو اوم 110 كيلو اوم تقريبا، وهنا فارق في 10 كيلو اوم في القراءة عشان انا ماسك بالطريقة هذه. اخر اختبار معنا اللي هو التوصيلية او الكونتينيوتي. طبعا اول حاجة بتأكد ان البروب محطوط في المكان الصحيح، وبشوف انه انا حاطط على الطنين، وبالتالي انا ممكن اعمل اختبار بسيط هو انه ايش المس التنين مع بعض. طبعا هي نفس قراءة المقاومة، حتى بيدي لك قراءة المقاومة تبعت المجسات تقريبا يعني 0.2 اوم. تمام، انا من خلال هذا التست انا ممكن افحص هل عندي سلك شغال او مش شغال، او يعني موصل ولا مش موصل بالطريقة هذه. لو انا عندي هذا السلك انا اتأكدت الان انه هو موصل. نفس القصة لو انا بدي اتابع وراء تراك او سلك او مسار من المسارات الموجودة على اي بريد بورد هل هو مقطوع او متصل، برضو بنفس الاشي انا ممكن افحص اشوفها في هنا وصل وفي هنا مثلا قطع، وبالتالي انا ممكن افحص دائرتي زي ما بشوف. يمكن من اول فحوصات الواحد لما يعملها بعد ما يعمل دائرته انه يفحص بين الموجب والسالب تبع الباور هل في اتصال ولا لا، لو في اتصال معناته في شورت في الدائرة، لو ما في اتصال معناته يعني بادرة حسنة انه ممكن الدائرة تشتغل معي.